مش حطيتها حليب ولا كملت؟ ايه انا دوبلت العيار هلا اعتبر انه انا هذا عندي كيلو حليب سائل. تمام فينا نستعمل حليب سائل عادي. ايه هي حشوة الكلير وهي السكر وهي النشا نفس العيار نفس الترتيب. تمام كل بتر بده تمام. هلا شو هاد المفروض يكون على النار بس انا هلا بس بدي اخذ منه شوي كميه بسيطه. هانزل بالبيض مع النشا والسكر اوكي وحطوا لنا رشه فانيليا بالله هون معلقه بربع معلقه صغيره هاخذ شوي من عيار الحليب نفسه لا نصه على الشاي. بس سؤال هلا هذا لانه الفانيليا عندك مركزه تماما لانه ما فيها نسبه سكر اكثر من العيار اللي انت حطيته بتمرمر بس يعني هي الفانيليا الموجوده هون ظرف معلقه صغيره فرش بردان وفانيليا. هلا هون عندي هون البيض سكر نشا فانيليا فرش بردان هون الحليب هذول عنا هناخد الزبدة معنا لهنيك. اوكي هلا شو حيصير انا المفروض نزل مزيجين على بعض بس انا ما بعمل هيك لانه متى ما سخن الحليب اذا عملت هيك ونزلتهم هون انا صار عندي بيض اومليت. اوكي انا متى ما سخن الحليب باخد شوي من الحليب نزلهم على هذا المزيج بخلي درجة حرارة البيض ترتفع مهلة مهلة بصير عندي مثل مرحلة بستر او البيض ما بينصدم بالحرارة اللي هو جايته بعدين برجع بردهم كلهم لهون وبرجع بخفقهم بس لا اخفقهم ضل عم بخفق لحتى يصير عندي كريم يعني شبه قوامة سميك بعدين بطفي بلش بنزل الزبدة قطعة قطعة انا عم حرك لحتى يصير عندي المزيج سلس اكتر. لا لا هلا عم نظر يبين معنا. اوكي انا رفعت درجة حرارة للبيض. هلا حدا حياخذ من بعد اذنكم. حركوا لا 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 بكير قبل ما تصير عندي قوام سميك ما بنزل. خليك بس عم بتحرك تقريبا قديش تقريبا لحالة بتشد على مهلة مهلة شلون الحلاية او الشاكرية والقصص بتشد على مهلة. لا لا ما بدي هدي لانه الفكره انه فيها بقلب منها نشا دغري بتبرق من تحت هاي بلشت تشد بس تبي الشيخ ينزل تنزل سته؟ ايه بدك تشد منيح. هلا حننزل بالزبده قطعه قطعه انت وعم بتحرك شلون بتنزلوا الزيت على المايونيز؟ حتى ما يفصل تحليك سريع. شو بدك تبريد؟ هيك جاهزة طبعا ايه هلا هي خالصة بس ما يعود يصفى زبدة ابدا. شفتوا شلون السلاسة وقت اللي بتاخذ الزبدة بتصير سلسة اكثر. هلا شو حنعمل؟ حننزل هون مشان تبرد ونبرد. لازم نحط على وشها شهباية او اي جيلاتين حتى ما تعمل لي القشطة اللي على الوش. ايوه بحسن انا اذا دقتها ولقيت السكر تبعها قليل بحسن انا اضيف شوية سكر بودرة على الوش ما بتعود انا مضطرة لهي الجيلاتينة او بحسن جيب شافة زبدة ومررها تمرير على سخونة كمان بتعمل لي هي مثل شي عازل. ايوه تمام عم دور على مكان بارد بس مو برا المكيف هنيك بالقسم الثاني بيبرق تحت المكيف حشوات كم حشوات؟ لا حشوات هي بتصير. لا انا 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 بحط لها كريم شانتي اختياري مني انا بس اللي بالمحلات بس بتصير بس الكريم بتصير كريم شانتي بيعطيها خفية بقلب الحشوات بتطلع اطيب اضل تبع المحلات. لا بس حنخفق حاضربها مشان تتخلى وبعدين بضيف الكريمه الشانتي اللي انا بقص الخبقتها بضيف عليها.
لضفنا الكريمه.